السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع جميل جدا اسمه كاريا اوبن بيتا، تديله تكست يعمل صور. ايه الجديد؟ ما احنا زهقنا من الكلام دوت. طيب، هو في حاجة كذا حاجة نبدأ نتكلم عنهم، لكن خلينا نشوف ريل تايم جنريشن. يعني كل ما تكتب كلمة هو يبدأ يعمل لك اللي انت عايزه، تمام؟ فدي من ضمن المزايا كويسة، تمام. طيب خلينا مثلا نقول له، هو بيقول لي بينك فروج اون توب اوف بلو مشروم، بدأ يعمل نفس الكلام. هقول له مثلا كات عمل لي قطة، تمام، اون ذا كلاود، تمام. يعني كل كلمة هتقولها له هو بيبدأ يرسم لك اللي انت عايزه، فدي حاجة جميلة جدا. مثلا ايه؟ نايت، هو بيقول لي اعمل تسجيل، تمام. اللي انت هترسمه هنا هو يبدأ يعمله هنا، فانت ممكن تلغي ده وتبدأ انت ترسم حاجة. ساعتها هو مثلا رسم فلاي، هو مش مرتبط بحاجة مرسومة. ممكن نقول له لا، احنا عايزين مثلا الفارس يبقى عامل مثلا بالشكل دوت، تمام. اهو ميزته ان هو اي حاجة هتكتبها هيبدأ يعملها لك على طول، تمام. اون هورس، فبدأ يرسمها بالشكل دوت. مثلا بيحارب، بدأ يعمل لك فكرة حرب. فكل كلمة بتقولها بيبدأ يعمل لها الشغل بتاعها على طول، بيبدأ يعمل رندر على طول. زائد ان انت ممكن تقول له سينماتيك، فجميلة فكرة ان هو اول ما تكتب حاجة يتعمل على طول، عملها سينماتيك فعلا. ممكن تيجي هنا ترسم لون تاني او حاجة تانية، تمام، او تغير الخلفية لو انت حابب. ممكن تاخد صورة مثلا زي كده، او تكتشر. فلايت ايفل، اول ما قلنا له سيف بدأ فعلا يداله سيف عشان يعرف يحارب بيه، تمام. طيب خلينا نغير كده، نقول له Arabic night. يبدأ يديله الستايل كلمة بكلمة. أول ما تكتب حاجة بيبدأ يغير لك الشكل كله، تمام. فتجربة جميلة جدا ولذيذة، تقدر تختار الستايل اللي انت عايزه، تقدر تختار تحسين سريع على الصورة، تقدر تيجي هنا وتكتب أي كلام انت عايزه. كل كلمة بتكتبها ما بيستناش لما تخلص الجملة وتدوس انتر، لا، هو اوتوماتيك بيبدأ يحدث الحاجة اللي موجودة معاه. فموقع خطير ما شاء الله. تقدر تضيف صورة، تقدر تضيف شكل معين مثلا. اهو خلينا نضيف دايرة، تمام، يبدأ ان هو يعملها لك مثلا في شكل زي نور كده. بدأ يظبط المكان بتاعها. طيب خلينا بدل Arabic night هخليها قدماء المصريين. فبدأ يحول الخلفية كلها للشكل دوت. يعني بص هنا غير لي الخلفية اللي موجودة. طبعا كلمة قدماء المصريين مش مظبوطة قوي، لكن هي احسن من استخدام كلمة الفراعنة، وكان الاصح عصر الأسرات، لكن مش هو ده موضوعنا يعني.